يستاهل يستاهل. الله يسعدكم بالخير وراحة البال، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. صوتي واضح؟ لا يا جماعة نايمين. صوتي واضح؟ زين الحمد لله. شغلكم موسيقى شوي ضيق خلقكم. ترى انا احب زي الاشياء هذه. الله يحفظكم يا رب. الساعة المباركة، وهذا شرف كبير لي اني يشهد الله اني واقف في مسرح فو وقدامكم انتم. يشهد الله ان هذا شرف. يقول كنت أبيك العمر كله في الحياة، كنت أبيك العمر كله في الحياة، وقربت لك واجد وتبعد يا بعيد، شلتك محبة شلتني حيا ومات، لا تلوم جرحي لا تجدد من جديد، كرهت أسمع فيك أحلى الأغنيات ولا عاد تنشد ما مضى ما تلقصيد، الذكريات اللي معك صارت فتاة وحركتها بيدي وسط برد وجليد، شفني بعد فرقاك فوق النايفات ولهزني شوق من ساعة البريد، توكل على الله خليني للأمنيات لنت بأمل عمري والأكبر رصيد. سلامتكم. أنا آسف على أول شطر من البيت هذا، لكن يقول محشومين، لكن يقول معاد بها الدنيا ناس بها خير، كلنا عايش دنيته في حضارة، وأنا ولد شايب يحب المخاسير من طيب راسه من يوم ما طفت ناره، لجلست مع ضيفاني تراني غير، ماني من اللي مشغل مباله تجارة في قير حال في قير مال ودنانير، لكني أقلط خويي وانشد عن أخباره، في قير حال وفي قير مال ودنانير، لكني أقلط خويي وانشد عن أخباره، واللي في يميني يملكه بندق وطير، طير من أحرار الطيور والصقارة، ماني بشخص يسلم حاله للمصير ولاني بصيد مثل صيدة حباره، أنا شخص لياجد حزة عصير، عزمت عن شيء ما تراجع عن قراره، وأنا رجل أنا أحب المجالس والمساير، ماني بشخص مقابل بكل ساعة جداره، وأنا ماني من اللي يحبون الغنادير اللي يسوالفون بمنيره وياره، وأنا دايم بعشرتي وطبوعي غير، واللي ما يبي عشرتي برمي وراه سبع حجاره. سلامتكم. اللي شعرها كيري لا تزعل، انا اسف ماشي. يقول حضرت انا في يوم حفل افتتاح وشفت من حولي اصحاب كثير لي، وشفتها يوم اقبلت وهي مثل المرتاح، وانا ناظر بعين عشير لي، انقطع المواصل كأنها قطعت مصباح، واليوم تتصل وتنشدني عن قصة شعرها الكيرلي. صفقوا خلاكم يا جماعة صفقوا. انقطع المواصل كأنها قطعت مصباح، واليوم تتصل وتنشدني عن قصة شعرها الكيرلي. بعدها عديت أبيات شعري والدمع نواح وجراحي صعبة، عساكم ما تذوقون حزن اللي. سلامتكم. غزل تبون؟ غزل تبون؟ غزل يا طبعا اول بيت، اول بيتين، اول بيت عفوا، يلا اول بيتين خلاص بالعراقي، ثاني بيتين بالفصحى، ثالث بيتين بالنبطي. يقول هو بهاي المسا اقدر اسولف عليك وخابرك ونبقى أنا وياك سوية، صار قلبي والله متيم بيك مرهفة إحساس وحنونة وعفوية، ولو طلبت روحي جلبتها إليك، وهذه هي مشاعر العاطفية، وهل بهذه الدنيا مثل جمال عينيك، سيدتي ذات ملامح بريئة وطفولية، وحطمتني ابتسامة شفاتك وجنتيك، من حبي لها حتى أغليت غوالية، يا بنت تراني والله بين يديك، تعالي خذيني مع قهوتي الشاذلية. سلامتك. باقي وقت؟ باقي آخر شيء، آخر شيء، آخر شيء. تبون أقول لكم إياها ولا تبون أشيلها؟ اللي ودكم يشيل عاد الجمهور تساعدوني يشيل ولا ما يشيل؟ يساعدونك يساعدونك. اللي تقول أنا راح أعدها وبعدين ما راح أشيل، اللي هي تقول كنت تمر بالي، سميتها هذه بدناميت، وهذه كانت آخر قصيدة لي، ولكن بالمسيرة إن شاء الله مستمر. تقول
تمر بموسيقى ستوب. تمر بالي متى تبالي راح العمر له ما مريت يلي غيابك دمر حوالي حسيت بالجرح إلى ما حسيت حبيت ما جاء على بالي الجرح بيزيد إلى حبيت من طيبي ولا من هبالي أسامحك كل ما خطيت قلبك من الحب مو خالي لكن من الكره ديناميت ترخصني وانت تشوفني غالي لو كنت مغالي سويت سلامتك. شكرا شكرا لكم العافية. شكرا الشاعر الجميل عمر التميمي.